مساء الخير يا شباب، مساء الخير على كل الناس اللي بتحب الفن وتحب الرسم تحديدا. طبعا عارفين معاكم مين؟ عماد نخلة. بس الفيديو بتاع النهاردة فيديو جديد جدا وجميل جدا، وكلكم هتحبوه، كبار وصغار، وانا بقول صغار اكتر. بس قبل ما ابدأ الفيديو حابب اشكر بس اندرو روماني، لان اندرو روماني عمل لي انترو جميل جدا ولطيف جدا وبسيط جدا. هو ولد عسولة قوي وحب يعمل معايا الانترو دوت. هننزل بيه دلوقتي ونعرف الانترو عامل ازاي، وانا من دلوقتي بقول له ميرسي جدا يا اندرو، وتعالوا مع بعض نشوف الانترو. زي ما قلت لكم قبل الانترو ان النهارده الفيديو هيعجب الكبار والصغار، هيعجب الصغار اكتر. يلا كل اللي عنده ابن، طفل، او اخ او اخت، او اي حد من قرايبه يجي يجيبهم النهارده ويتفرجوا على الفيديو، لان الفيديو النهارده هنعلمهم ازاي يرسموا. فانا دلوقتي بكلم الاطفال وبكلم حبايبي الصغار ان هم يجهزوا حاجتهم وييجوا معايا علشان نرسم. الحاجات بسيطه جدا، مش هتكلف بابا وماما، ومش هنخسر كتير. حقيقي فعلا فيديو جميل وهيعلمنا ازاي نرسم. النهارده هنرسم شخصيه يا حبايبي كلنا حبيناها وانا قبليكم، شخصيه توم في توم وجيري. الشخصية دي جميلة جدا وانا بحبها جدا، وتعالوا نتعلم مع بعض ازاي نرسمها. اخر حاجة بس احب اقولها لك يا حبيبي، انت قول لبابا وماما ان الفيديو لو عجبك يدوس اشتراك للقناة دي ويعمل لايك للفيديو علشان نوصل مع بعض اكتر. اخر حاجة اقولها لك ان انت لو بتحب الرسم هتعرف ترسم، وما تزعلش خالص ان الصورة لو طلعت مش شبه اللي انت بترسمها. ليه؟ لان انت لازم تمارس كتير وتعمل الواجب بتاعك كتير وتقعد ترسم كتير. دلوقتي فرصة ان احنا في اجازة، وتعالوا مع بعض نرسم مع بعض. يلا بينا على التجربة بتاعتنا النهاردة. ودلوقتي رجعنا لكم معانا مع بعض يا حبايبي الحاجات اللي هنرسمها مع بعض. وطبعا لازم قبل ما نبدأ الرسم لازم نعرف الأدوات اللي احنا هنستخدمها بكل بساطة، عشان ما نكلفش بابا وماما أدوات جديدة وندفعهم فلوس كتير. هنستخدم الأدوات اللي ممكن تكون اتبقت مننا معانا من أيام الدراسة. بكل بساطة الأدوات بتاعتنا قلم رصاص عادي جدا، وبراية عشان نبري بيها القلم الرصاص، واستيكة صغنطوطة اي شكل، حتى دي انا مستخدمها قديمة معايا، وعلبة الوان. علبة الالوان دي اي ماركة باي تمن باي لون، ولو معانا من ايام المدرسة جميلة جدا مفيش مشكلة، وهنتعلم ازاي نلون بيها. يلا يا حبايبي نبدأ مع بعض، كله يحضر الورقة بتاعته. وحتى الكراسة اللي احنا نرسمها دي كراسة رسم عادية جدا، يعني انا معايا كراسة رسم برسم عليها، وزي ما قلنا قلم واستيكه وبرايه وعلبه الالوان. نبدا بقى. اللي هو لو مش معايا كراسه رسم مكلفش بابا وماما، ممكن الاوراق اللي انا كنت بذاكر عليها ارسم في ظهرها ايا كان، متفقين؟ عشان بس احنا ما نبقاش عبء او تكلفه على بابا وماما. يلا حبايبي نبدا مع بعض. ده توم بتاع توم وجيري، اخترنا القط توم عشان نرسمه. طبعا انا شخصيا بحبه جدا واكيد انتوا كمان بتحبوه. يلا معايا واحده واحده. هبدأ الأول بالودن، طالما هي كبيرة خالص فهبدأ بالودن. وعايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، إن أنت ما تدوسش على القلم وأنت بترسم. هنعرف دلوقتي ليه. يلا معايا واحدة واحدة، هتلاحظوا إن أنا مش بدوس على القلم. يلا أعمله زي بالظبط، هرسم بالراحة ونشتغل مع بعض. أهو شايفين عملت الخط بتاع الودن وما دوستش على القلم. وعايز أقول لك على حاجة مهمة، وأنت بترسم مش مهم خالص ان احنا لو الشكل طلع معوج مني شوية. اهو بصوا ببساطة عملت الودن، وده الفروة بتاعت الشعر بتاعه اهي. انا هستنى واحدة واحدة واشتغل معاكم بسيط علشان اللي يشتغل ورايا. يلا اهو، وده كتفه عامل كده. مش مهم خالص ان انا ادوس على القلم دلوقتي يا حبايبي. يلا المهم ان احنا نركز ما ندوسش على القلم. ده شعره اللي فوق اللي بين ودانه، ودي الناحية دي ودنه اللي الناحية التانية اهي. يلا مين اشتغل معايا؟ يلا واحدة واحدة اهو، برضو ما دوستش على القلم، عشان هنعرف ليه انا ما دوستش على القلم دلوقتي. ودي حواجبه، وده باقي وشه. اهو شايفين حواجبه اهي كبيرة شوية وطالعة بره وشه شوية، والناحية التانية حواجبه كبيرة شوية عشان حواجبه اللي هنا باينة أكتر أهو. وده الشعر بتاع حواجبه شايفينه، ودي الحتة بتاع تفتيح عينيه أهو.
بصوا هنا انا الشعر هنا ما طلعش كبير زي هنا، مش مهم، مش مهم خالص. المهم ان انا دلوقتي اطلع الشكل وارسم واركز في الرسم بتاعي. وبرضه هقولها لكم تاني يا جماعه يا اطفال يا حلوين، بلاش تدوس على القلم اهو. وهنا العين واخده لغايه هنا، وهنا المناخير عامله شبه قلب شويه اهو، وده باقي المناخير. يلا واحده واحده معايا اهي. شايفين انا بشتغل بالراحه ازاي؟ هنا بقى هيجي دور الاستيكة. لقيت ان الكتف طلع شويه، مش مهم. هنا بقى فهمتوا ليه انا ما دوستش على القلم يا حبايبي؟ اهو شفتوا، علشان لما اجي امسح لما اغلط ما يبقاش في تعويره في الورقه، ما يبقاش جرحت الورقه، ما يبقاش دوست على الورقه وخليتها تبقى وحشه. خدتوا بالكم؟ اهو شفتوا بقى ميزه ان انا بقول لكمش ما تدوسوش، ان انا بقول لكم ما تدوسوش على القلم اهو. نفعتني ولا ما نفعتنيش؟ وبرده لما اجي ارسم تاني ما ادوسش على القلم تاني اهو. شفتوا هنا بقه لازم يكبر شويه اهو. خدتوا بالكم يا حبايبي؟ من غير اي حاجه. وحتى لو غلطت انا ما دوستش على القلم فمش مشكله خالص اهو. جميل، وطلع معايا حلو جدا، حتى مسحت حاجات عملتها في الاول، مفيش مشكله خالص وما نزعلش. نكمل وهتبقى شفتوا هنا بقى الكتف ظبط ازاي اهو، ودي الحته الباقيه من وشه او الضحكه بتاعته، الفروه الناحيه التانيه اهي. ناقص كده عينين. يلا كله اشتغل معايا يا حبايبي يلا. ولو تخلوا بابا وماما بعد ما تعملوا الرسمه دي يصوروها لي ويحطوها لي في التعليقات تحت الفيديو ده، هكون مبسوط بيكم جدا، ويا ريت اطلعكم معايا كمان في فيديو. يلا شفتوا بقى فايده ان انا بقول لكم ما تدوسوش على القلم ايه؟ ودي هنا بقى ناقص الحته دي. اهو ايه رايكم ناقص ايه؟ ناقص اللسان اللي جوه اهو. ايه رايكم؟ خلصنا ولا ما خلصناش؟ هنا بقى ناقص بس الشعرايه هنا وشعرايه هنا، والناحيه التانيه شعرايه هنا وشعرايه هنا. حلوه ولا مش حلوه؟ جميله صح؟ شفتوا؟ اهم حاجه ان انا ما دوستش على القلم وما بوظتش الورقه. نكمل بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني يا حبايبي بعد ما عملنا اول خطوه بالقلم الرصاص. هنا بقى هيجي الدور بتاع علبه الالوان. هطلع من علبه الالوان بتاعتي القلم الاسود علشان اعمل بيه ايه؟ هنشوف دلوقتي عشان اعمل بيه ايه. انا خلاص حددت الرسمه بتاعتي بالقلم الرصاص على خفيف، وهمسك القلم الاسود. خلاص بقى انا مسحته وعملت كل حاجه وعرفت ان هي شغلها مظبوط. ابدا بعد كده احدد الرسمه بتاعتي بالقلم الاسود. يلا معايا حبايبي واحده واحده اهو. شايفين انا بشتغل ازاي؟ شايفين بدات تبقى واضحه ازاي يا حبايبي؟ خلاص بقى انا دلوقتي بقيت اشتغل بسرعه علشان انا عملتها اصلا بالقلم الرصاص الاول. شايفين؟ يلا يا حبايبي اشتغلوا معايا، وهبقى مبسوط اكتر لما بابا او ماما يحطوا لي الكلام ده كله في التعليقات على الفيديو دوت. شايفين طالع جميل ازاي؟ ايه رأيكم؟ لاني انا ركزت في المرحلة بتاعة الرصاص.
على فكرة يا حبايبي انا بحب توم جدا، هو وجيري اهم، ايه رأيكم؟ بصوا وادي شنبه، حلو كده. وبنفس القلم الاسود هبدأ اعمل الحاجات السودة في الوش. ايه عندي اسود في الوش؟ الحواجب. شاطرين، يلا اهو نرسم ونلون مع بعض اهو. اديني بلون الناحية التانية اهي، اهو اللي هو لونها دي ودي اهو. ايه تاني اسود؟ النني بتاع العين اهو، شطار. ايه تاني اسود؟ المناخير، المناخير فيها حتة بتلمع جوه اهي، فهسيبها كده دورية ولون حواليها، بتبقى بتسابة ابيض. ايه تاني اسود يا حبايبي؟ بس البق جوه مش اسود، هنعرف دلوقتي البق من جوه ايه. يلا نكمل. ايه تاني؟ ناخد اللون البامبي نعمل بيه الحتة اللي جوه بتاعت الودان. يلا واحدة واحدة حبايبي، يلا. وخلي بالنا جدا واحنا بنلون ان احنا ما نخشش في الحتة التانية، لان كل حتة وليها لون. شايفين؟ دي الحتة اللي هي اللي جوه. وعلى فكرة عايز اقول لكم على حاجة، ان احنا حتى لو في علبة الالوان بتاعتي مفيش اللون بالظبط، اجيب اقرب لون ليه علشان ما كلفش بابا وماما، علشان احنا بنرسم حاجة كويسة ما نضايقش بابا وماما. ايه تاني لون نفس اللون ده عشان نرسمه تاني؟ مفيش. نشوف حاجة تاني. اللسان لونه احمر، نجيب اللون الاحمر نشتغل بيه اهو. وخلي بالي كويس جدا وانا برسم ما اخشش على الشكل اللي جوه الا غير اللي انا برسمه. شايفين الوش بدأ يوضح معايا ويبقى كويس ازاي؟ النني اللي عنده جوه في القط بتاعنا توم اصفر، اجيب اللون الاصفر والون النني اللي جوه، اللي هو عندنا احنا بني ادمين لونه ابيض، هو عنده لونه اصفر. كده ناقص ايه؟ اللون الكبير قوي بتاعه اللي هو لونه الازرق اهو. جبنا اللون الازرق حتى لو مش نفس الدرجة، فاحنا بنجيب اقرب حاجة ليه. تمام، يلا نبدأ. اهو، وخلي بالي طبعا يا حبايبي ما اخشش على الحتة اللي تانية غير اللي انا برسمها، يعني انا برسم بلون هنا ما اخشش على الحتة دي علشان الالوان ما تختلطش ببعض. وخلي بالي كويس جدا وانا بلون. شايفين يا حبايبي؟ يلا كله يلون معايا. بأدوات بسيطة جدا عملت شكل توم. طبعا كلنا بنحب توم، وانا كمان بحبه معاكم من غير ما نكلف بابا وماما. عملنا حاجات حلوة جدا، وممكن نعملها هدايا لبعضنا في عيد ميلادنا، تبقى حاجة جميلة وحاجة من صنع ايدينا احنا. شايفين؟ شايفين شكله بقى حلو ازاي؟ الله، ايه ده، جميلة جدا جدا جدا، برافو، انتوا اللي عملتوا مش انا. دي الحتة بتاعت كتفه الناحية التانية اهي، تبقى برضو بالازرق. الله، ملاحظين ان انا الحتة البيضة سبتها ابيض، ناقص الحتة اللي جوه لونها احمر غامق جدا، الحتة بتاعت البق من جوه. كده خلصنا بق شكل توم كله، وانا مبسوط جدا ان انا عملتها معاكم حبايبي. يلا كله يشتغل وكله يعملها ويوريهاني في التعليقات تحت. شكرا ليكم ان انتوا اهتميتوا، برافو حبايبي، يلا باي باي.